مرحبا برج الجوزاء، أهلا فيكم في قراءة منتصف شهر لا نهايته. هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي من الأكواب موجودين عندكم في برج الجوزاء. أول شيء راح ننتقل إلى جانب المال والمشاريع، وبعدين نشوف القراءة العاطفية. خلنا نبتدي بإذن الله. خلنا نشوف المال والمشاريع. في انت مرتاح في شيء برج الجوزاء، لان هني عندنا اول شيء طاقة الكوبين، ولكن في عندك اما حلم ان انت تسافر او تتوسع الى مكان ثاني. اوكي، انت الحين حاليا ترى قاعد يقول لي انك في المكان الصحيح، انت مرتاح في عملك، انت هذا المكان اللي انت الحين فيه ماليا راح يوصلك الى امنيتك. اوكي، من هذه العتبة راح توصل للعتبة الثانية، ولكن العتبة الثانية فيها عتبة تخص الانتقال إلى مكان جديد. في أيضا هني أحس أن الأنظار مسلطة عليك في الفترة القادمة، يريدون أن يستقطبون خبراتك. إنزين، إذا كنت حاليا تدرس في الجامعة، فمعناتها أول ما تتخرج بتشوف أن في كذا شركة تحتاج نوع خبرتك، تحتاج نوع حرفتك، لأن هذا كارت السفر أو الهجرة أيضا إلى دولة ثانية. التاري قاعد يقول لي أن أنت الحين في مرحلة الاثنين الكوبين. أوكي، لحد الآن مرحلة الهجرة، مرحلة السفر، الانتقال، أنت تفكر فيها، يمكن تأتيك عروض، ولكن لحد الآن ما حان وقتها. الفرصة هذه الذهبية لحد الآن ما صار الوقت المناسب لها. خلاص خلصت الكارتات. عندنا هني تحت عجلة الحظ، وقت التغيير، راح تدق الساعة في الوقت المناسب. هني دائما برج الجوزاء نتكلم عن التوقيت، الطريق اللي انت موجود فيه الحين صح، الطريق اللي راح تذهب له راح يكون ايضا مناسب لك، ولكن يخص التوقيت. عندنا ستة السيوف، هذا الكارت يطلب منك ان انت تتأنى وما تستعجل. شوف، لأن وراها فارس السيوف المندفع المنطلق، كأنما حتى لو في الفترة القادمة أتتك عروض جديدة لأنك تذهب إلى شركة ثانية، تذهب إلى شركة منافسة، أوكي، الأشخاص الشركات المنافسة يطلبون منك أن أنت تعمل معاهم، تعمل عشانهم. أوكي، نوع مهارتك هني راح يخلي الكثير من الأشخاص يرغبون أن يسرقونك من 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 مكانك، ان انت تصير معاهم، تعمل معاهم، تدخل معاهم في شراكة. اذا انت كنت في بزنس، عندك شريك في بزنس، عندك شريك في ورث حتى مو في بزنس، فهني كأنما المطلوب منك في الفترة القادمة ان انت ما تحرك الورث. اوكي، ما تأخذ الورث تسحبه وعلى طول تروح تنطلق في حياتك الجديدة. مطلوب منك التأني، لأن يمكن في أشياء على الجانب الثاني أنت لحد الآن ما حسبت حسابها. الفارس هنا نعم مندفع، عنده قوة، هذا كرتك، كرت السيوف. أوكي، ولكن لما أوقات نكون مندفعين ما نحسب حساب كل الأشياء، كل العوامل، ما نحسب حساب الضريبة، ما نحسب حساب هل هذين الأشخاص اللي راح أعمل معاهم، الأشخاص الجدد، الحياة الجديدة، هل راح أكون مرتاح؟ شنو راح يكلفني؟ القراءة هني العملية تطلب منك تسأل نفسك قبل ما تنتقل، شنو راح يكلفني؟ نعم فيها أموال أكثر، من الاثنين نروح للثلاثة، فرص أكثر، أبواب أكثر، أموال أكثر، نجاح أكثر، ولكن راح يكلفك شيء، راح يكلفك شيء أنت حاليا كأنما مندفع ما قاعد تأخذه بعين الاعتبار، لأنه وايد متحمس من أجل الطيران، السفر. هل أنت مقبل على مرحلة أو مقبل على سفر هجرة؟ أوكي، هني ما يقول لك لا تسوي، لا، يقول لك خذ لحظة، خذ وقت زيادة، فكر في توقعاتك لما تنتقل. أوكي، نعم فرص أفضل، أموال أفضل، ولكن في نفس الوقت راح يكون مثلا غربة، في نفس الوقت راح تضطر تعتمد على نفسك، تكون عصامي أغلب الوقت، في نفس الوقت ما راح يكون سهل ان تاخذ الاشخاص اللي تحبهم معاك، كانما راح تخلي شخص وراك، تضطر تخلي شخص وراك في هذه النقله النوعيه،
اوكي، الفرصه نفسها ذهبيه جدا، الفكره اللي اتتك وانت ناوي عليها ذهبيه ما نختلف عليها، ولكن فيها شويه عوامل، فيها شويه تغييرات اللي محتاجين ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نقبل على هاي الخطوه. انزين، انت هني اشوفك في نوع من الشراكه، تشارك شخص في اموال، في ارث، في بزنس. انزين، فشوي احذر من الاغراءات في الفتره القادمه، مطلوب منك شوية تظل زيادة حتى لو انك مش مضطر، ولكن ظل زيادة في هذه الشراكة لحد هني ما يستقوي عودك. انا ما احب لما اشوف فارس السيوف مستعد انه يندفع، لما نكون ملكة او ملك وبعدين مستعدين للانتقال، الانتقال راح يكون سهل وسلس وثابت، في نوع من الثبات، عندنا الاموال اللازمة، عندنا المعرفة اللازمة، عندنا الخبرة اللازمة. هذا النوع من التغيير والاندفاع راح بسرعة تنتقل، بسرعة يصير الشيء، وبعدين تقول أنا ما توقعت يكون الأمر بهذه الصعوبة، ما توقعت أن ساعات العمل راح تكون جدا أصعب، ما توقعت أني أكون مع فريق ما أرتاح معاهم مثل الفريق القديم. أوكي، الشركاء الجدد ما توقعت أن أهما حتى هني كأن ما فيها نوع من النصح، ينصحونك، ينصحك ترى أن تتأنى وما تبيع ورثك بسرعة. إذا كان ورثك حاليا على هيئة عقارات، على هيئة أراضي، خلى لا تسيله بسرعة، لا تسرع عشان تحصل على سيولة اللي هي الكاش، تحول الأرض إلى كاش، تحول الأرض إلى، إذا عندك ذهب هذا مو وقت جيد أن أنت تبيع الذهب، أوكي، لأن أنت مش محتاج، ولكن عندك رغبة بأن تندفع في حياة جديدة. الاندفاع هذا رح يكون شوية مو محسوب حسابه. وراح اسحب لك كارت اخير من الاوراكل نشوف شنو النصيحه. اوكي، راح اخذ الكارت الوحيد اللي انقلب على وجهه. اوكي، عندنا هنا الاوثر، الكاتب، الروائي. You have a book inside of you that wishes to be expressed. عندك رغبه، صح، احنا ما نختلف، عندك رغبه ان انت تستخدم اموالك، خبرتك في جانب جديد. لما نشوف طاقة السيوف والفارس المندفع معناته جانب جديد، حياة جديدة. أنا مو ضدك في هذه الرغبة، والتارو بعد مو ضدك في هاي الرغبة، أنت صح، والمكان اللي راح تروح له جدا ذهبي، على قولتهم مقبرة كنز، مقبرة كنوز، حتى مو كنز واحد، مقبرة كبيرة كل اللي فيها كنوز، تستطيع تغرف منها الكثير. ولكن في أشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار قبل ما نقبل على هاي الخطوة، لأن مكتوب لك تحت Take the time to write it. هذا النوع من التغيير محتاج منك اعتبار أكثر، أوكي، لأن في أشخاص راح تخلفهم ورائك، يمكن محتاجينك لحد الآن، في الكارما، في نوع من الكارما ما انتهت. زين، اللي يشاركونك الورث، اللي يشاركونك الحين العمل التجاري، البزنس، الموظفين اللي يعملون تحتك وفوقك ومعاك في نفس المستوى. انزين، هذولين كانما الكارما ما خلصت معاهم. الكارما حتى بكارما المكان ما انتهى منك، عرفت؟ فكانما في امور راح تكون عالقه اذا حاولت تسوي هذا التغيير سريعا. انت على الطريق الصحيح برج الجوزاء. هلا نشوف الحين القراءه العاطفيه، ولما نشوف هي من تحت الكرتات اخر كرت تكون العجله، عجله الحظ، معناتها هي مساله توقيت لا اكثر. القراءة العاطفية بأسلوب المرايا، أنت على هاي الجانب، الشريكة والحبيبة للجانب المقابل، ولكن اعكسها إذا حسيت أن الجانب المقابل ينطبق عليك أكثر. أربع كارتات نو، برج الجوزاء، أوكي، ملكة السيوف. أحس إن في شيء غير عادل في هذه العلاقة، على وشك إنه يصير أو أصبح already، يعني أصبح في الماضي أو على وشك إنه يصير شيء غير عادل. مو اتهام كثر ما إنه توقعات الشريك منك. أوكي، الشريك يتوقع منك إن أنت تكون مثالي، إن أنت دائما اللي تبادر، إن أنت دائما اللي تكون اللي تتحمل أو تتصرف بطريقة ناضجة. في شيء غير عادل. اوكي، خلينا نشوف. وكأنما ايضا نفس المعايير اللي يطلبونها منك الطرف الثاني
هو نفسه ما يعيش عليها، بس مطلوبة منك أنت. ثلاثة الأغصان، شريكك يحب أنه يتمتع بحرية، خصوصا لما يكون بعيد عنك. أوكي، لما يكون بعيد عنك يحب أنه يتمتع بحرية ويتصرف على راحته ويتصرف كأنه أعزب. هذا اللي ما تعرفه. إنزين، يمكن هو غيور يغار منك أو يحط لك معايير أنه لا تتحدث مع أشخاص ثانيين، ممنوع يكون عندك في السوشيال ميديا أشخاص ثانيين، أشخاص منافسين. بس أنا يحق لي، ليش؟ لأني أستطيع أثق في نفسي وما أستطيع أثق فيك يا برج الجوزاء. إحنا نعرف أن هذه معايير مزدوجة، معايير فيها نوع من عدم الإنصاف أو الظلم. أنت تعرض هني للظلم، أوكي؟ لأن أشوف هني شريكك لما يكون بعيد عنك في اجتماع أو في حفلة دائما يظهر للناس، ما يقولها بعظمة لسانه، ولكن يظهر للناس انه هو اعزب، يتصرف على اساس انه هو اعزب، فالناس يفهمون انه هو اعزب، فيصير في نوع من الاحتكاك مع الجنس الثاني، يتقربون منه. اوكي، الطاقه اللي يعطيها حتى يسوي لها ريفليكشن، ما يتصرف انه هو ملتزم في العلاقه. ما احس ان افعاله، وان كان كلامه غير، افعاله ما يتصرف انه هو ملتزم في العلاقه. اي وقت يطلع، اي وقت يرجع، اي وقت يتصل. الكونسستنسي مشكلة بالنسبة له. الكونسستنسي اللي يسألوني شنو معناتها، معناتها ان الشخص يتصرف بنفس الطريقة في نفس الوقت كل يوم، يتصل في نفس الوقت، يسأل بنفس الوقت، يقول اللي يعنيه ويفعل اللي يقوله. اوكي، الثبات، الالتزام، العدالة. كارل برج الميزان، احسك تتعامل مع شخص من برج ناري ممكن. اوكي، ولكن هي شنو بيكون في عدالة؟ بيكون في نوع من العدالة عندنا كارت برج الميزان. اوكي، ما ادري، احس ان في شخص انت يا برج الجوزاء راح ينصحك، يمكن النصيحة هذه ما تعجبك، وهذا شخص تكررت نصيحته لك في السابق ان يا برج الجوزاء ما ينفع نخلي هذا الشخص شريكك يعاملك بهذه الطريقة. هذه ايه بالضبط؟ هذه نصيحة لطالما كانت متوفرة عشانك في حياتك. هذه مو نصيحة جديدة أو أسلوب جديد اللي راح تتبعه في الفترة القادمة مع الشريك. هذا شخص دائما كان يزن في إذنك أن أنت محتاج تعدل تصرفاتك مع الشريك في السابق، ما أخذت بنصيحته، في المستقبل راح تحتاج تأخذ نصيحته. أوكي، أو حتى هني بعد أشوف طاقة أنه راح يكون في دعوة قضائية ضد شريكك في المحكمة، تخص الأموال، تخص حتى التحرش الجنسي، تخص هذه الدعوة غريبة. بما معناه شريكك سوى لك نفس الشيء، في شخص هني عاملك بنفس الطريقة، مثلا وعدك انه راح يتزوجك، وفي المقابل انت دخلت معاه مع الشريك في التزامات مالية، اشتريت شقة، بديت تأثث شقة، سويتوا كذي، دخلت في التزام. شريكك ما قام بدوره، ما حقق لك اللي وعدك فيه. فهني في شخص ثاني، شخص ثالث احتمال حتى. شريكك سوى معاه نفس القصة، نفس الأسلوب، سواء كان هذا الشخص قبلك أو بعدك، أثناء ما كنتوا مع بعض حتى. مو شرط، ممكن يكون كان في حياة شريكك قبلك أو أثناء وجودك معاه أو بعدك حتى. ولكن هذا الشخص راح يكون جدا حقود، بما معناه ما راح يخلي الموضوع يعدي مثل ما انت خليته يعدي. راح يلاحق قانونيا، راح تكون القضية قانونيا جدا غريبة، يطالب حتى مو بس بتعويضات الاموال اللي دخل معاها في التزام، يطالب حتى بتعويضات نفسية. وتعرفون احنا في مجتمعنا عمرنا ما سمعنا بقضية تطالب بالتعويضات لأن شخص تعب نفسيا، في الدول الأجنبية موجودة أكثر، وراح يلحق بهاي النوع من القضية. ممكن تكون هاي الإنسان أو هذا الشخص يأتي من هذيك الثقافة، من دول مثل أمريكا، مثل بريطانيا، مثل هذيك الدول اللي مسموح لنا أن نقاضي الشخص لأن وعدنا وأذاننا نفسيا. أوكي، وإذا يا برج، لأن من البداية أنا أثناء التأمل سمعت أن في شيء محاولات للاستفزاز،
إذا أنت اللي كانت عندك قضية عالقة مع أحد في المحاكم فراح يكون في إنصاف من ناحية النظام القضائي، ولكن هذا الشخص راح يظل يحاول يستفزك. مثلا لو حكمت المحكمة أن أنت تحصل على حضانة الأبناء كل يوم جمعة مثلا، هذا الشخص راح يتعمد أن يستفزك مثلا عن طريق تأخير أوكي إعطائك الأطفال الحضانة يوم الجمعة، عن طريق أنه مثلا يسافر معاهم ويذهب في رحلة من يوم الخميس إلى يوم السبت، عرفت؟ في يوم الجمعة يروح عليك، في يوم الجمعة ما تستطيع أن تلتقي بالأبناء. هاي النوع من طاقة الاستفزاز. خلنا نشوف جانب الشريك ورد على هذه الطاقة. اوكي، ثلاث كارتات راح ناخذهم. هنا عندنا اول كارت ثلاثة السيوف. اوكي، الجهل ليس عذر. انت تتعامل مع شخص دائما يقول انا ما كنت اعرف، ما هو المشكلة انه هو لا يحاول ان يعرف. اوكي، هذا الشخص احس عمره ما التفت وسأل نفسه هل انت سعيد معي يا برج الجوزاء ولا لا، هل انت مكتفي معي يا برج الجوزاء ولا لا، كيف هو حالك يا برج الجوزاء. دائما طاقة الثلاثة، طاقة الانا عنده عالية. اوكي، ولكن مع هذا الكارت احس انه راح يقع في شر اعماله قريبا، ويمكن عمل هو سواه بطيب نية بريء، كلمة لم يقصدها تجاه شخص هني طرف ثالث، كلمة لم يقصدها، تصرف لم يقصده، ولكن راح يكلفه الكثير من ناحية قضائيا، لأن في قضية راح تنرفع ضده، راح يكلفه هذا التصرف. إن مثلا هذا الحديث اللي أجراه بهذه الطريقة مع هذه الموظفة، راح الموظفة تروح تشتكي عليه في قسم الموارد البشرية، راح يكون في شكوى ضده، شكوى كبيرة، وهو يقول ما أعرف، ما كنت أقصد، هذا عذره. يمكن حتى عذره كان دائما معاك بهذه الطريقة، ما أقصد، يسوي أشياء بدافع الجهل وثم يقول ما أقصد، لأنه ما يأخذ غير نفسه في عين الاعتبار. اللي بعده كارت التمبرنس، القشة اللي قسمها ظهر البعير، كارت برج القوس. قلت لكم عندكم طاقة نارية، أو الشريك عنده طاقة نارية. سبعة الخماسيات، رح يوقف عن العمل، إما رح يعني يوقفون عنده شيء شريكك في الفترة القادمة. أوكي، كأنما أحس هني أول ما يقع في المشكلة رح يحاول إنه يركض تجاهك، أنت بر الأمان بالنسبة له، يحاول إنه يحصل على نوع من الدعم المعنوي تجاهك منك أنت. إنزين، فهني سبعة الخماسيات يتم إيقافه عن العمل، يتم حرمانه من الورث، يتم حرمانه من الامتحان، يتم عدم اعتماد نتيجة الامتحان لأنه هو غش في الامتحان. ما كنت أعرف أن الغش ممنوع، هل هذا عذره؟ أوكي، ما كنت أعرف أن ممنوع أكلم زميلتي في العمل بهذا الأسلوب، هذا يعتبر تحرش جنسي، ما كنت أعرف. فهني يتم إيقافه عن العمل لحتى يتم التحقيق. أوكي، أو يقوم حتى هو يمكن يمارس نوع من التجارة، يقوم بفعل تجاري ولكن غير قانوني بسبب جهله. وفي احد هني الله يوقعه في شر اعماله، في احد هني اكثر درايه منه بالنظام التجاري القانوني، فلما يشوفه يتصرف تصرف تجاري غير قانوني، مثلا يضع القمامه داخل المطبخ، هاي نوع من التصرفات لو كان مطعم يقاضيه. اوكي، في شخص هني راح يستغل ثغره قانونيه ضد شريككم، وتشوفونه في الفترة القادمة يرجع تجاهكم ضعيف، محتاج، متذلل. أوكي، ولكن بسبب شيء. فإذا أنتوا يمكن حتى هذا الشخص شريككم ما يخبركم بحقيقة الوضع، فهني طاقة الكشف عن طريق التارو تكشف لكم حقيقة لماذا رجع فجأة، أو لماذا صار مسكين فجأة، لماذا صار جيد فجأة، صار لفترة طويلة هو سيء، هو مبتعد، هو مهمل. أوكي.